قد ما تقدروا علشان تنظفوا طاقة المكان اللي انتوا موجودين فيه وتجددوها وتشحنوها بالطاقة الإيجابية. ان انتوا كل حاجة موجودة في الدواليب او في الأدراج عندكم ان انتوا تطلعوها تنظفوها كويس وتدخلوها تاني عشان تحركوا طاقة المكان، وتبدأوا هنا تشوفوا كل الحاجات اللي عندكم اللي ملهاش لازمة تتخلصوا منها فورا. خدوها قاعدة في حياتكم، اخلصوا من القديم يجيلكم الجديد فورا، اتبرعوا بيها وخدوا ثوابها او ادوها لحد تاني، اتصرفوا بيها بالطريقة اللي تريحكم. المهم اخلصوا من القديم عشان تجددوا طاقة المكان علشان يجيلكم الأحسن منها والأجدد منها، حاجات جديدة بطاقة جديدة. وده مش للملابس وبس، لا، ابدأوا افرزوا كل الناس اللي حواليكم، شوفوا أرقام التليفونات اللي ملهاش لازمة، الناس اللي في حياتكم ملهاش لازمة، ابدأوا خرجوا من قلبكم وعقلكم ومن المكان اللي انتم موجودين فيه أي حاجة سلبية أو حاجة ما بتخدمش المرحلة اللي انتم فيها، زي مثلا أي ناس انتم حاسين ان طاقتهم مش كويسة أو مش بيحبوكم أو منافقين، اتخلصوا منهم فورا. بلاش تيجوا على نفسكم عشان ترضوا الناس اللي حواليكم، اعتبروا السنة الجديدة دي سنة تنظيف، بمعنى ان انتوا تتخلصوا من كل الحاجات السلبية الموجودة في حياتكم، سواء كانوا اشخاص او احداث سلبية انتوا بتفتكروها من وقت للتاني وبتقلبوا بيها المود بتاعكم وتتأثروا نفسيا بيها. وحطوا النية من دلوقتي ان انتوا هتدخلوا سنة جديدة، سنة كلها احداث ومواقف ايجابية باذن الله، هتحققوا كل اهدافكم، وقبل دخول السنة دي هتصلحوا كل الاخطاء اللي عملتوها في الماضي وتصححوا المسار بتاعكم لمسار جديد كله نجاح وقوة وثقة بالنفس عالية جدا. وحطوا نية ان الاشخاص اللي هيكون موجودين معاكم في المرحلة دي هيكونوا اشخاص مساعدين ليكم ومناسبين للمرحلة الجديدة اللي انتوا هتدخلوها، ناس ايجابيين يساعدوكم على انكم تكونوا ناس ايجابيين في حياتكم وفي اختياراتكم، ويساعدوكم على تحقيق اهدافكم، ناس مناسبة للمرحلة بتاعتكم وتكون اهدافكم مشابهة كتير لاهدافهم علشان تكونوا ماشيين على نفس المسار، مسار ايجابي يساعدكم في تحقيق اهدافكم. وطبعا ده هيشمل تنظيف تليفوناتكم والناس اللي بتكتب مذكرات، ابدأوا تخلصوا من اي حاجة سلبية فيها، سواء كانت صور مسجات اي حاجة بتربطكم بمواقف واشخاص واحداث سلبية امسحوها فورا. وحطوا نية المرحلة الجاية انها تكون مرحلة ايجابية علشان اللي يتدفق ليكم والحياتكم دايما تكون اشخاص مواقف واحداث ايجابية. الحياة خيارات وكل شخص بيختار حياته تبقى عاملة ازاي، في شخص بيحب النكد ويحب يدور على السلبيات اللي مرت عليه في حياته علشان يكتئب بيها تاني من اول وجديد، وفي شخص بيدرك بوعي المرحله الجديده اللي هو هيدخلها وانه لازم عشان يدخلها بطاقه ايجابيه وبوعي جديد لازم يتخلص من كل السلبيات القديمه اللي مرت عليه في حياته، يعتبرها صفحه ويطويها.